ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معنا معمل البودي تمبريتشر ميجرمنت. أنا معاكم دكتورة سارة محمد هشام، مدرس مساعد بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع. زي ما متعودين في كل مهارة إن إحنا بنبدأ الأول بالبري بروسيدجر وبعد كده البروسيدجر وبعد كده البوست بروسيدجر. المعمل هنا معنا بنقيس درجة الحرارة بثلاث طرق، سواء أورال أو ريكتال أو أكزيلري. وطبعا إحنا ثابت عندنا جزء البري بروسيدجر والبوست بروسيدجر ثابت سواء في الثلاث طرق، بس اللي مختلف معنا هو جزء المهارة بس، البروسيدجر على حسب السايت اللي أنا هحط فيه الترمومتر. تمام كده. طيب اول حاجه البري بروسيدجر هعمل ايه؟ زي ما متعودين قبل كل مهاره لازم اعمل تشيك للفيزيشن اوردر. ابص الاول على الاوردر بتاع الفيزيشن، هو كاتب له قياس درجه الحراره كل قد ايه، هل المريض ده فيفرش فانا اقيس له الحراره كل ساعتين او ثلاث ساعات، ولا لا ده خلاص ده طبيعي خالص بس انا بقيسه في الروتين سكيدول على حسب سياسه المستشفى، مره شفت الصبح ومره شفت بالليل. خلاص تاني حاجه ابص على السايت اتاكد ان مش مكتوب للعيان ده في الشيت بتاعه ان في اي كونترا انديكيشن لاي سايت ان احنا نقدر نستخدمه زي ما الكونترا انديكيشن اخذناها في الجزء النظري. خلاص يبقى دي اول حاجه عملنا تشيك للفيزيشن اوردر عشان اشوف ايه هو العدد مرات الميجرمنت وايه هو السايت اللي انا هقيس منه. تاني حاجه بعد كده هعمل بريبيرنج للايكويبمنت بتاعتي. الايكويبمنت بتاعتي عباره عن ايه؟ طبعا انا هقيس درجه حراره فلازم يكون معايا الترمومتر. الترمومترات المتوفره عندنا في المعمل هي الميركوري جلاس ثرمومتر بشكلين والاثنين والديجيتال ثرمومتر. هنبص بصه سريعه كده عليهم من جوه. دوت الميركوري جلاس ثرمومتر اللي بيكون رفيع ده بقيس بيه درجه الحراره الاورال وال ريكتال، الاورال والاكزيلري سوري، العريض هو اللي بقيس بيه الريكتال. عايز اعرفكم بس على حاجه، الجزئيه اللي قدام دي جزئيه البال ودي جزئيه التيوبينج، وده التدريج اللي هو الميجرمنت سكيل، وهنا الاند بتاعه الثرمومتر. تمام. وعندنا هنا طالع من المستودع الزئبقي هنا مع الحراره بيطلع ويتمدد الزئبق على حسب درجه الحراره بتاعه الشخص. خلاص ودوت اهوت الترمومتر العريض ده هيكون واضح فيه اكتر شكل الزئبق، وهتلاقوه هو اقل من 35. ادي البال، ادي التيوبنج، ادي التدريج بتاع الميجرمنت، ادي الاند بتاع الثرمومتر. طيب عندنا بعد كده ايه؟ عندنا بعد كده ادي الديجيتال ثرمومتر زي ما قلنا برضو اهو، ادي البال، ادي الديسبلاي اللي بيظهر عليها درجه الحراره، ادي زرار الاون والاوف، ادي جزئيه البطاري البطاريه بتاعه الترمومتر. دي الترمومترات المتوفره هنا. بقيه الترمومترات وبقيه الطرق شرحتها لكم بالتفصيل في الجزء النظري وليها فيديو شارحها بالتفصيل. تمام. يبقى احنا عملنا بريبيرنج للكومنت. اول حاجه معانا الثرمومتر، معانا الكحول، معانا كوتون، معانا جلوفز، معانا حاجه للهاند هايجين. خلاص عملت بريبيرنج للكومنت بتاعتي، هعمل بعد كده هاند هايجين وهعمل ويرنج للجلوفز. الجلوفز بتاعي يكون جلوفز كلين عادي خالص مش محتاجه استرير في حاجه. وبعد كده هبدا ان انا ابدا في المهاره. خلاص هاخد ادواتي وهروح عند البيشنت اعمل له ايدنتيفاي للبيشنت بالطرق اللي احنا عارفينها. خلاص مش محتاجه فيها كلام دي بقى، سواء الباند او اسال حد من اهله او من الفيزيشن اوردر. انتروديوس ماي سيلف، انا ساره جايه النهارده عشان اعمل لك اقيس لك درجه الحراره. كده انا عملت انتروديوس ماي سيلف وعملت اكسبلين للبروسيدجر. اعمل كيبنج للبرايفسي، لو في اي ستاره عايزه تتشد هقفلها، لو في باب عايز يتقفل هقفله، واحط العيان في الكمفورتبل بوزيشن. الاورال سواء احطه اقيسها يا اما سوباين يا اما سيتنج مش هيفرق. وبعد كده هبدا اجيب الثرمومتر بتاعي اللي انا هقيس بيه الاورال. احنا قلنا احنا المهاره هنطبقها على الميركوري جلاس ثرمومتر ده اللي متوفر عندنا واللي هتمتحنوا عليه. هنبدا ناخد قطنه الكحول. زي ما قلنا احنا القاعده بتاعتنا في الكليننج بتاعت اي ثرمومتر ان انا بعمل كليننج من المنطقه الكلين للمنطقه الليس كلين، يعني المنطقه الاكثر نظافه للاقل نظافه عشان ما اخدش الكونتامينيشن واوديه المنطقه اصلا تكون كلين. طيب هنا لسه ما انا ما استعملتوش فالبالب كلين، فهاخده كده من البالب للاند توورد التيوب، كده من البالب للاند. خلاص من البالب للاند في وان دايركشن كده وارميه. خلاص ما اقعدش اعرف الراحه جايه، هي مره واحده كده واعمل للكوتون دي ديسكارد. خلاص بعدين امسك الثرمومتر في ايدي واعمل له شيكينج. خلاص اتاكد ان هو نزل تحت ال 35، وبعدين هروح للبيشنت اساله لو سمحت افتح بقك، وبعدين ابدا اقول للعين يرفع لسانه. وهو بيكون رافع لسانه في هنا اتنين هيت بوكيت انا بحطه في منطقه اسمها بوستيريور سب لينجوال بوكيت. يعني ايه بوستيريور؟ يعني خلفي، سب يعني تحت، لينجوال لسان، يبقى في البوكيت اللي هو التجويف الخلفي اللي تحت اللسان. خلاص واسال العيان اقول له لو سمحت اقفل على الترمومتر ده باللبس بشفايفك مش باسنانك عشان ما يعضش عليه ويكسره ويعمل لي تسمم يجيله حاله بويزنينج يعني، واسيبه لمده من 3 ل 5 دقائق. خلصت المده هسال البيشنت لو سمحت افتح بقك، هاخد الترمومتر واحطه في مستوى الاي ليفل وهبدا اخد القراءه بتاعتي. خلاص طيب انا كده خلصت. ايه البوست بروسيدجر؟ هعمل ايه؟ هعمل اول حاجه كليننج ليه ده الثرمومتر اللي معايا، همسكه واعمل له كليننج. هعمل له كليننج من فين لفين بقى؟ دي اللي كانت عند العيان ابدا بيها؟ لا ابدا من الكلين، يبقى دي اللي كانت بره، يبقى هاخد منين؟ من الاند
للبالب واطلع في وان دايركشن وارمي خلاص وارجعه تاني في الاستورج بتاعه. بعد كده هبدا اعمل ريموفنج لي الجلوفز بالطريقه اللي احنا متعودين عليها سلايدنج لي تو فينجرز كده. بعد كده هعمل هاند هايجين خلاص. وبعد كده هبدا اعمل البوست بروسيدجر بقى اللي هي ثابته ما بين كله اللي هي من ضمنها عملنا ريتيرن للايكويبمنت عملت هاند ووشنج عملت ريموفنج للجلوفز رجعت البيشنت ده في الكمفورتبل بوزيشن. خطوه مهمه قوي ان انا هعمل دوكيومنتيشن هسجل ايه هسجل معايا اول حاجه انا قست درجه حراره فهسجل درجه الحراره اللي انا قستها دي اورال هاخد درجه الحراره زي ما هي طلعت 37.3 احطها زي ما هي 37.3 واكتب السايت اللي انا قست فيه انا قستها ايه قستها اورال اكتب اورال التايب اوف ثرمومتر ايه نوع الترمومتر اللي انت استخدمته انا استخدمت الميركوري كلاس ثرمومتر اللي هو الترمومتر الزجاجي الزئبقي خلاص. وبعد كده اكتب الديت والتايم اكتب التاريخ اللي انا قست فيه درجه الحراره دي عشان نقدر نتابع العيان لو حصل له اي مشكله. طيب لو فرضا في اي مشكله درجه الحراره 38.5 39 40 هسجل بقى المشكله دي اسجل وامشي كده وخلاص واسيب العيان لا انا لازم اعمل ريكوردنج واعمل ريبورتنج اروح ابلغ الفيزيشن لو سمحت انا قست العيان الفلاني درجه الحراره ولقيتها كذا كذا خلاص كده ده الاورال قياس درجه الحراره عن طريق الروت اللي هي الاورال ميجرمنت خلاص. طيب تاني حاجه بعد كده هنقيس عن طريق الاكزيلري نفس الخطوات الثابته اللي احنا قلناها في البري بروسيدجر بالظبط ونفس الخطوات اللي احنا عملناها هنعمل برده هاند ووشنج نفس الحاجه تشيك فيزيشن اوردر هعمل بريبيرنج للايكويبمنت بتاعتي هاند ووشنج البس جلافز اروح للعيان اعمل ايدنتيفاي البيشنت انتروديوس ماي سيلف اكسبلينينج البروسيدجر اعمل بروفايدنج للبرايفسي خلاص لي لبست الجلافز بتاعي نفس الحكايه هفتح الثرمومتر برده ونفس طريقه الكليننج اهو في الاعاده افاده يا رب بس المعلومه تثبت اهو هنعمل نفس الحكايه قلنا هننظف منين هنعمل كليننج منين من البالب للاند في وان دايركشن وارمي خلاص. الخطوه اللي بعد كده هعمل شيكينج اتاكد ان هي نزلت تحت ال 35 وبعد كده هسال العيان بقى اعمل كيبنج للبرايفسي يكون معايا تاول كده ومغطيه العيان خلاص هرجع ده في الكونتينر بتاعه كده مؤقتا وهبدا اقول للعيان لو سمحت استاذنك تكشف لي دراعك خلاص. دي طبعا سوزي دي مربوطه من ظهرها احنا ممكن نسهل على نفسنا عشان اوريكم بس بشكل اسهل لان الدول ده كبير فانتوا مش هتشوفوا عليه كويس فاحنا ممكن نجيب الدول الصغير ده ونبدا نوضح عليه عشان تكون الامور بشكل اوضح. بصوا معايا كده اهو احنا المفروض معانا بقى تاول ومغطيين العين ده وافتح كده منطقه الاكزيلا. اول حاجه قبل ما هقيس الحراره هجيب معايا كوتون وهبدا اعمل كليننج لمنطقه الاكزيلري اللي هي منطقه تحت الابط اعمل لها كليننج خلاص. بعد كده هجيب كوتون تاني واعمل لها دراي خلاص عشان لو في اي ريسبيريشن او عرق او اي حاجه ما ياثرش على قياس درجه الحراره. هسال عينه انه يفرد ايديه جنبه كده وهاخد البالب اللي هي دي خلاص الجزء البالب اللي هو ده واحطه في السنتر اوف ذا اكزيلا اهو شايفينه في منتصف الاكزيلا. بعدين اسك البيشنت ان هو يحط ايديه على التشيست لو سمحت حط ايدك على التشيست ويفضل عامل هولدنج للترمومتر كده تحت ايده لمده لا تقل عن 5 دقائق وبعد كده خلصت المده لو سمحت ريليز للهند بتاعتك واخد الترمومتر واحطه قصاد عيني واخد القراءه. اخدت القراءه خلاص هجيب معايا كوتون تاني والكحول وهبدا اعمل له كلين خلاص دي كانت عند العيان فدي كده الليس كلين فهعمل من الاند للبالب وهرجعه تاني للكونتينر بتاعه خلاص. يبقى انا كده عملت ريتيرنينج للايكويبمنت بتاعتي هرجع العيان بتاعي للكمفورتبل بوزيشن بتاعه هعمل ريموفنج للجلوفز تمام وهنعمل هاند هايجين وبعد كده هبدا في البوست بروسيدجر بتاعتي رجعت العيان واخر حاجه هعملها هي الدوكيومنتيشن هتسجلي ايه هسجل الديت هسجل القراءه اللي انا اخدتها ونفس الحكايه القراءه دي هسجل جنبها ايه السايت. طب انا قريت الحراره طلعت مثلا 37 يبقى درجه حراره العيان كام 37.5 هنا بلاد فيسلز بيكون الموجوده قليله فدايما في الاكزيلري بزود نص عن درجه الحراره اللي انا قستها والاورال باخد درجه الحراره زي ما هي. الريكتال بتكون البلاد فيسلز المكان بيكون غني جدا بالبلاد فيسلز فدرجه الحراره تطلع زياده نص فهقلل نص يبقى الاورال زي ما هي اكزيلري هزود نص ريكتال اقلل نص خلاص. يبقى الحاجات اللي احنا متعودين عليها في الدوكيومنتيشن هكتب درجه الحراره هسجل السايت هسجل التايب اوف ثرمومتر اللي انا استخدمته والديت والتايم وزي ما اتفقنا اي حاجه اب نورمال هسجلها يعني هعمل لها ريكورد وهروح ابلغ بيها ما مسجلش وامشي اروح ابلغ بيها الفيزيشن واعمل لها ريبورتنج خلاص كده.
طيب اخر حاجه بقى فضلنا هي قياس درجه الحراره عن طريق الريكتال، برضو نفس الحكايه هنقيس بنفس الخطوات اللي احنا قلناها بالظبط بتاعه البري بروسيجر، وهعمل هاند هايجين وهلبس جلافز وهعمل بريبرنج للايكويبمنت، ونفس الخطوات اللي احنا قلناها بس عشان ايه الفيديو ما يطولش وتلحقوا تحملوه كويس، بس هي نفس الخطوات بالظبط بتاعه البري بروسيجر. كل الفرق هنا ان احنا معانا كي واي جيل. دلوقتي هنقيس درجة الحرارة بالطريقة الريكتال. اول حاجة هجيب العيان على السايد لاين بوزيشن بالطريقة اللي انتوا اتعودتوا عليها، العيان المفروض ان هو كده وانا مغطياه، هعمل له كروس للهاندز وعمل له فليكس وطبعا مغطياه كده وفليكس للارم، وبعد كده همسك العيان من هنا ومن عند كتفه هجيبه على سايد لاين بوزيشن، اعمل كفرنج للعيان، هعمل اكسبوز بس للمنطقة اللي انا هشتغل عليها وهي منطقة الريكتال، وهجيب تحتية ماكنتوش او تاول واحطها تحت العيان عشان لو حصل ليكج لاي فيسز او اي حاجة ابقى انا ايه ابقى انا جاهزة خلاص. وبعدين هنجيب ده بقى الترمومتر، اني واحد بقى هنقيس بيه الريكتال، ما نجيش في الامتحان نقول لك ريكتال ونلاقيك ماسك الترمومتر الرفيع، الترمومتر العريض ده هو ده اللي بنقيس بيه الريكتال خلاص. ومعانا كي واي جيل وعامله له كلين وعامله له شيكينج زي بالطريقة اللي احنا اخدناها خلاص. وبعد كده هنجيب الكي واي جيل ونحطه على حوالي كده البالب كده على واحد ايه واحد لاتنين انش، وبعدين هنبدا نعمل له انسرتنج جنتلي. جنتلي ازاي بقى؟ ان انا هبدا اول حاجه احطه كده اقول للعيان ياخد ديب بريس، وهعمل سيبريتنج ليه الباتوكس بايد، وبالايد الثانيه اقول للعيان ياخد ديب بريس واعمل له جنتلي اند روتيتلي انسرشن، وهسيبه لمده دقيقتين وبعد كده هعمل له ريليز خلاص. هنسيبه لمده دقيقتين وبعد كده هنرجع العيان اعمل له ريليز، وهبص على منطقه الانال اريا لو في حصل اي ليكج نتيجه الانسرشن ده، في اي فيسز او اي حاجه حصل لها ليكج هيكون معايا كوتون، وهبدا اعمل لها كلين للانال اريا خلاص، وارجع العيان بتاعي للكمفورتبل بوزيشن، وهشيل التاول دي وهاخد القراءه بتاعتي احطه في مستوى الاي ليفل واخد القراءه. بس هنا انا كنت حاطاه في الريكتم، فاذا هي يعني حصل ان في شويه فيسز او اي حاجه هتاخده كده بس ايه وان دايركشن مسحه خفيفه كده بس لو لقيت اي كونتامينيشن عليه، وبعد كده تحطه في مستوى الاي ليفل وتاخد القراءه بتاعتك وتشوف قراءتك كام تمام. طيب اخدنا القراءه خلاص، كالعاده بقى نفس الخطوات العاديه خالص بتاعه البوست بروسيجر اللي انت متعود عليها، هتبدا تجيب قطنه والكحول وهتعمل له كلين من الاند البالب خلاص، وبعدين هتعمل لها ديسكار، ده هيرجع في الكونتينر بتاعه، ده هيرجع في الكونتينر بتاعه، وبعد كده هعمل ريموفنج للجلوفز وهعمل هاند هايجين وهعمل ريتيرنينج للايكويبمنت بتاعتي، وارجع العيان في الكمفورتبل بوزيشن، ونفس الحكايه هعمل دوكيومنتيشن. هتعملي دوكيومنتيشن لايه؟ درجه الحراره اللي انا قستها، هنا هعمل ايه؟ هنقص نص، يبقى الاختلاف في الاورال بسيب الترمومتر في بق العيان من 3 ل 5 دقائق، الاكزيلري بسيبه اقل حاجه 5 دقائق، الريكتال بسيبه دقيقتين. باجي بالنسبه للحراره، الاورال باخد الحراره زي ما هي، الاكزيلري بزود على الحراره نص، الريكتال بقلل نص تمام كده. كل الاختلاف بس ان انا هنا في الريكتال حطيت العيان على الحاجات بس اللي مختلفه، انا باكد لكم بحطه على السايد لاين بوزيشن، بحط تحته تاول، ببدا اعمل اكسبوزنج للاريا بس وانا عامله كيبنج للبرايفسي وانسرتنج سلولي، واقول للعيان ياخد ديب بريس، وبعد كده بشيله وارجع كل حاجه تاني مكانها واعمل ويب وكلين للانال اريا تمام كده. اتمنى يكون الموضوع واضح. في الاخر خالص عملنا الدوكيومنتيشن العاديه زي ما بنعملها، والريكوردنج والريبورتنج لو في اي مشكله. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.